لأن هربت انت. هذا نشوف الاصطدام ديال الحديد ها منهار تماما. راه حنا يمكن لقطاش الدزاوس من تحت ياك. هذه غير هذه عندنا مغلوطه هنا بالحجر هذه هي اصلا كان هنايا حفر. اه كان هي شدنا شي حاجه من تحت. شوف هنايا هنا وهنايا كاين واحد الثقبة كبيرة. هادي حنا كساكنة الدراري مع بعضيتنا لأن عرفتي المبنى حنا شفيناه وعمرناها بالحجر، مع ذلك أنه كل مرة كتخوى بالحجر. أنت كتشوفها هاد الحجر هذا كامل هو لأن هاد الثقبة فين هي الما هو فالما كيطيحش حتى كتولي ثقبة وكنغلقوها بالحجر. هاد الحجر كيهود لهنا وحنا كنغلقو كتبقى تما ثقبة كبيرة، مع أنه هاد القنطرة أنه لما كان والو والو راه النقل المدرسي كيحمل واحد كل واحد حامل 20 بلاصة ديال النقل المدرسي دايز بالدراري ديال المدرسة ودائما كنشدوها كيرجع مرصريا باش يقلب، لأن إذا مشى قلب هكذا كيوالي هنا. المبنى حنايا هادي حيدنا حنا بيدنا ونقصنا منها ونقصنا من هادي. دابا الطوموبيل كتدخل ها انت كتشوف الاطراف. مشاهدينا الكرام متتبعي جريدة أصوات، حنا كنتواجدو مباشرة معكم في قنطرة مركز الزيتونة التابع لجماعة الغدير إقليم شفشاون. معنا واحد السيد غادي يقول لنا على مشكلة ديال قنطرة مركز الزيتونة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أختي هدى، شكرا على استضافة ديالكم، كنشكركم على التواجد ديالكم هنايا في مركز الزيتونة. الحمد لله أولا وقبل كل شيء قبل هادشي كامل كنشكرو وكنرحمو وكنترحمو هذا الاخ هذا الحاج الدراق اللي كان هو سبب القنطره اللي درها من المال ديالو خاصو، كنترحمو عليه ونشدو عليه الرحمات في هذا النهار في هذه المناسبه اللي لاقينا فيها. القنطره هذه كتربط عرفتي عده دواوير اللي كتربط عرفتي على ما يقل عرفتي 10 ديال الدواوير من بينهم دوار تفراون غرنقاضي دوار من حمد الله ايله المزاديين تادغوت القوابعه تازا عرفتي عده دواوير. وكتعرف هاد القطره واحد التكاتف كبير ديال الحديد اللي كيدوز عليها، لان على ما يبدو في الصباح كاين واحد خمسه ديال الترانسبورات ديال النقل المدرسي اللي كيدوزوا عامرين بالدراري ديال المدرسه، وهاد القنطره كتشكل خطور على هذاك النقل وعلى الساكنه كامله وعلينا حنا. حنا دابا عرفتي ما عندنا فين نمشيو. هاد القنطره انت كتشوف لانها مهرسه ومعرضه للتهديد وبعض الاحيان عرفتي الواد كيعمر وكيطلع الماء فوق منا وما كنبقاو حنا كساكنه ما عندنا فين ندوزو. فلهذا كنناشد المسؤولين السيد العامل ورئيس الجماعه والرئيس المجلس الاقليمي والسيد والرئيس ديال مجموعه بو هاشم اللي هما اولاد المنطقه اللي ما تفكروش هاد المنطقه هادي ونساوها. فهذا راه مستحيل حشومه وعار علينا، لان عرفتي كساكنه اللي كضربت 10 ديال الدواوير وحنا في الانتخابات عرفتي كتجبر الانسان ماشي في الانتخابات كينقاز وهذه وعرفتي صوت صوت، ولكن انه كتشوف الساكنه ديال الاقليم ديال المنطقه ديال جماعه الغدير انهم معرضه للهشاشه ومعرضه للخطوره بحكم هذه القنطره هذه، لانه ما عندهاش شي مسلك. اذا مشات لها القنطره هذه راه ما كاينش اللي غدوز، لان هذا هو المسلك الواحد. دابا اذا مشات هذه القنطره هذه وانتم بالصدفه انتم شفتوا عرفتي ما عنده فين يزيدوا هذه، لان غيدوز مزير انتم غتساعدوا. الحمد لله عرفتي جات الصدفه هاد الساكنه كيفاش دايزه وهذه كيف عرفت مقصر على القنطره. الحمد لله عرفتي جات الصدفه شوف كيفاش هاد القنطره هذه كيفاش مشى. شوف ما كاينش اللي سباس عرفتي بين الطوموبيل، اذا كان الطوموبيل واسع راه ممكن تعرض عرفتي للخطوره، مع انه لما كتمشي على القنطره كتحس بانه القنطره كتزعزع
وبالحق وفي الايام ديال الشتاء لما كيكون الواد حامل او كذلك انت دايز فوق منا بحال اللي دايز نقولوا حنا دايز على الصراط. فلهذا كنطلبوا المسؤولين واولا قبل كل شيء كنجلوا السيد العامل انه يشوف لهاد الساكنه هذه اللي كتعاني من الهشاشه واللي انه عرفتي كتعرف عده مشاكل من بينها الاعمده ديال الضوء. بالمناسبه لما تلاقينا وادي انه الاعمده ديال الكهرباء انه مسقطه على الديور ديال عباد الله، وانه الديور ديال عباد الله اللي كيعيشوا في واحد خطوره كبيره، صور انه كابل ديال الضوء انه دايز فوق الدار ديال القزير. فكيفاش هذا الضوء هذا اذا تجرح واش كيقولوا له ولا القزير انه غيكون واحد يسبب واحد خطوره على هذوك الناس اللي ساكنين تماك. وهذا وقيلا كنكتفي به، وممكن تشوفوا عرفتي تزيدوا معايا تشوف الاخر تشوف الشقاق اللي كاين في القنطره باش ما كنقولوش كنكذبوا. هذه فرساله واضحه ومعروفه واللي كنزيد ناكد فيه، كنطالب المسؤولين من جديد رئيس جماعه الغدير مجموعه بو هاشم رئيس المجلس الاقليمي السيد العامل المسؤولين الله يجازيكم بخير. خاصكم تشوفوا في هذه الحاله ديال المنطقه هذه اللي كتعيش في واحد العزله عن الهشاشه وكتعيش في واحد التهميش كبير. فشكرا وكنشكروا اذاعه اصوات جريده اصوات، كنشكروا على الاستضافه ديالها وعلى الحضور ديالها، والطاقم كامل اخت هدى وسي خالد كنشكرك على التواجد ديالك. والحمد لله راه باقي عندنا المزيد، وباقي ان شاء الله عده مشاكل اللي باقي كنعانيو منها. بكل اختصار عرفتي القضيه ديال الطريق عرفتي دابا المركز اذا مشيتي عندك الرافين عرفتي الحد ديال الطريق رافين. اذا بغينا ندخلوا للمركز عرفتي ندورو نصليو للمسجد انه ما كاينش الطريق اللي غتوصلك للجامع وهذه. فشكرا مره اخرى. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.